التوائم أكثر عرضة للدرمويد سيست عن غيرهم، وإن الأم اللي ممكن يكون عندها درمويد سيست ممكن تلاقي بنتها عندها درمويد سيست، أسر بالكامل عندها أورام ليفية، بالكامل عندها أورام ليفية، أسر معظمة عندهم بطانة رحم مهاجرة، أسر عندهم فات بيحصل نتيجة أمراض وراثية. وكأنه الخلايا الجسدية أحيانا تتصرف بنظرية المستعمرات. لما زودنا بزيادة الوعي الصحي بمرض زي بطانة الرحم المهاجرة، وقلنا إن هو ما بيجيش فقط بشكل آلام في ضوء، ولكن مش دايما بشكل واحد ونمطي، ده مستخبي في ألف وش ووش، ده مستخبي في ألف قناع وقناع. طبعا اسمحوا لي نرحب بضيفي العزيز استاذنا الاستاذ دكتور سيد الاخرس، منور يا فندم وحمد الله على السلامه. الله يسلمك. بطانه الرحم المهاجره هل هي تنتمي الى الامراض اللي لها صيغه ارهابيه بشكل؟ بطانه الرحم المهاجره بنتكلم عليها من جديد، وهو احنا في شهر مارس، شهر التوعيه. شهر التوعيه بشهر مارس، واول ليه في شهر مارس سنه 1993 اسست ماري لو، كانت احدى المصابات بمرض بطانة الرحم المهاجره، مؤسسه وادعتها انها مؤسسه بطانة الرحم المهاجره العالميه، ان احنا نشرف ان احنا احد اعضائها الموجودين والوحيدين حتى في مصر. ماري لو بدات تجمع بعض المريضات وبدا يكونوا لوبي مرضي لتحريك الحركه العلميه، وداخل الربوع ان الوسط الطبي ان احنا المرضى، احنا اللي بنعاني، احنا اللي عندنا المشكله، احنا اللي مش مقتنعين بينا، احنا اللي مشاكلنا اكتر مما تتخيلوا، احنا اللي عمالين نسمع منكم كلام كفرنا بيه. وبجد بدات ينتمي الى مؤسسه بطانه الرحم المهاجره العالميه بعض الاطباء وبعض العلماء اللي مؤمنين بالقضيه، لان المرض الخفي، المرض اللي له أصول تضرب أحياناً في بعض الدراسات إن ممكن تكون مرتبطة حتى بقدماء المصريين وبالإغريق، وحتى هيبوكرات كان في فترة من الفترات كان بيتعامل مع مرضى بطانة الرحم المهاجرة. على شاشة دي ماري لو، أتشرف إن أنا كنت في يوم من الأيام يعني المرأة اللي أسست حملة التوعية لبطانة الرحم المهاجرة على مستوى العالم. Education and Support Research Endometriosis Association. وده كان في سن شبابها لما أصيبت بمرض بطانة الرحم المهاجرة، وبعد سنة 93 بدأت تأسس المؤسسة. نرجع تاني، لما بدأت دايما لما بنيجي ندور على يحصل حدث بشكل أو بآخر، بعد ما الحدث بتبدأ تتكلم عنه وتبدأ تزود التوعية عنه، بيبدأ في الأول بعض الناس إيه ده؟ هو ده موجود؟ ما كناش نعرف ده موجود في عقل المتحدث والطبيب اللي بيتكلم فقط، مش بالشكل ده. هو يحولها الى قضيه، بتتحول المواضيع الى مواضيع شخصيه لما تكون ما عندكش المعلومات والعمق، ويبدا احيانا حرب المرض في حرب شخصك، ان انت المتحدث وكانك انك انت جايب دين جديد، فهذا يلا نكفر بهذا الدين. بطانه رحم المهاجره هذا العالم الخفي واللغز المحير اللي بدا بعد لما بدا ينتشر وبدأ بجد يبقى جلوبال في كل البلدان، وبدأ يحصل فيه هل هو مرض إثني عقائدي بيجي لبعض الناس، هل ممكن يجي في الفاميليز، ممكن يجي في المجتمعات المنغلقة اللي بتتزوج من بعضها، هل ممكن يجي في الأسيويين وممكن يجي مثلا أكتر من أوروبيين وكوكزيين، ممكن يجي في الدول العربية ولا لا، ممكن يجي في الناس اللي موجودين في البلدان المتقدمة والبلدان اللي فيها صناعات أكتر، ولا ممكن يجي كمان في الريف والحضر في نفس التساوي، ولا ممكن يجي في الناس اللي عندهم صحراء أكتر، ولا ممكن يكون في الرطب ولا اليابس ولا 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 ولا. مرض حير الناس كلها، مرض لغاية لما بدأوا يتكلموا عنه في قشور، لما بدأت فيه سنة 1986 كان بدأ أول مثلا انسيكلوبيديا أو موسوعة عالمية بتحتوي على الإيه؟ الميديكال هيستوري. الميديكال هيستوري أو التاريخ الطبي، بتتكلم على الميديكال هيستوري والتاريخ الطبي، ما ذكرتش فيه بطانة الرحم المهاجرة. ولما نقحت وبقى فيه إديشن تاني
في التسعينيات سبعة في كام 1995 كان الاديشن الثاني على بعض ايد العلماء الاخرين برضو لم يذكروا بطانه الرحم المهاجره بهذا الشكل اللي موجود دلوقتي. لما بدا المرض ينتشر وبدا المرض كان الاول يظهر وليه ارتباط بالدوره، كانت المراه في الاول هي مراه ملعونه كرسد، كانوا يعتقدوا الاول ان المراه دي هي مصابه احيانا بممكن مس شيطاني، لان في هل هو ده غضب الرحم، هل مس شيطاني، لان ما فيش تفسيرات احيانا. لما لو تفتكر ان احنا ربطنا ما بين بطانه الرحم المهاجره وبعض الهلاوس والهستيريا والامراض العقليه والشيزوفرينيا، وال WHO اكدت بشكل قاطع علاقته ده، واكدت ان المرض ليه علاقه بامراض القلب، وليه اكدت ان له علاقه بامراض المناعيه، وليه علاقه ويتشابه مع مع كل الامراض المناعيه زي حمى البحر المتوسط وزي الروماتويد ارثرايتس وممكن والسيستميك لوبس، وممكن يكون ليه علاقه بالسرطانات. وبدا الامور يبقى ايه ده، الدنيا ملخبطه، هل دي حقيقه ولا ده وهم، هل هو مرض مرتبط احيانا فقط وعلى الاستروجين، لان هو هرمون يعتمد على الاعتماد الاساسي على الاستروجين، هو ايه اللي خلى بطانه كانت موجوده في بطانه الرحم زي ما اسمها كده وهجرت، ايه اللي خلاها هجرت او انتبذت او راحت، اسم الانتباذ يعني كانها منبوذ، يعني كان البطانه اللي موجوده داخل تجويف الرحم مكانها الاصيل نبذت، رفضت، طردت، وبدات تروح تحتل اماكن اخرى. وكان بعد التفسيرات اللي موجوده من سامسون الرجل العالم المحترم اللي كان واول نظريه كان بتؤكد ان بطانه الرحم المهاجره بدات تنتشر في منطقه البطن والحوض لما بيحصل ريتروجريد من استرويشن او يحصل ارتداد لبطانه الرحم لما بتيجي تتكسر ونزول الدوره الشهريه، الخلايا اللي بتنزل بره المهبل وعلى الاولوز وبره الجسم وبتطرد زيها بيخرج بره بيخرج بره عن طريق الانابيب ويتزرع بره على البريتون. وكان التفسيرات ده موجود ويفسر كتير جدا من الامراض اللي موجوده لبطانه الرحم المهاجره على المبيض وعلى الحوض وعلى الامعاء وعلى منطقه لغايه الحجاب الحاجز. لكن ما كانش في تفسيرات لما تكون موجوده في الرئه، ما كانش في تفسيرات لما تكون في اماكن زي ما نكتشفها النهارده ونعرضها لاول مره على شاشتك بشكل هيدهش الناس. لما كان في يعني تفسيرات ان ممكن الناس تيجي تشتكي الشكاوي لعالم خفي دون ان يكون له تحدد كينونته تحدده، يعني ما فيش ورم، يعني بالتالي زي ما يكون حد لابسه عفريت تشوف تصرفاته تشوف انفعالاته تشوف لخبطته تشوف هلوسته لكن ما تشوفش العفريت. بطانه الرحم المهاجره هذا هو اللغز الخفي اللي خلينا النهارده بعد 100 سنه اندو 100 سنه بطانه الرحم المهاجره قرن بطانه الرحم المهاجره اللي بقاله 300 سنه من 300 ل 400 سنه موجود في اوروبا وبشكل او باخر بيتحدثوا عنه احيانا بشكل فيه الغمز واللمز لغايه لما جه روكوتينسكي وخد اول عينه سنه 1860، احنا بنتكلم حوالي 150 سنه 140 سنه، وخد العينه وعمل هيستوباثولوجي واكد ان البروتون اللي موجود فيه الديفكت ده بطانه رحم مهاجره، ايه ده بدا ينتشر. وبعدين كولينز ياكد بعد كده الادونومايوزس بعديها بفتره، وتفضل لغز بطانه الرحم المهاجره. التاريخ اللي لازم تكون عارف التاريخ عشان تعرف الجغرافيا، عارف التاريخ المرضي عشان تعرف جغرافيه المرض داخل جسد المراه. هنتكلم النهارده بشكل كبير وناكد ان بطانه الرحم المهاجره مرض لا يعترف بالاعمار، مرض لا يعترف بالبارنتال ستيت، هل متجوزه ولا مش متجوزه، هل اتاخرت في جوازها ولا لا. كان زمان يسموه ان هو مرض الاغنياء، كانوا معتقدين ان مرض الاغنياء اللي هي بتتجوز ومش عايزه تخلف دلوقتي وبتاخد بعض الاكلات والاغذيه المستورده واللبس المستورد والميك اب، عشان كده بيجي وما بيجيش للفقراء. فضلت قد ايه خزعبلات تتكتب حتى في كتب الطب ونتعلمها كده. كان بيتكلم الاول المرض لما تكون بتيجي الى الان في بعض المفاهيم اللي احنا عاوزين نغيرها النهارده، نتكلم عن بطانه الرحم المهاجره من جديد. بمعنى من جديد يا دكتور ايمن، بمعنى ان بطانه الرحم المهاجره هو دائما ابدا بتفرض نفسها دائما ابدا بشكل غريب بشكل غير متوقع بشكل يعني كاني قنبله بتفاجئ مره واحده. حتى في ناس كتير وهم بيتفرجوا علينا بيجوا
الله يسلم عليك على فكره. بيجوا يقولوا لي انا ما كنتش متخيله ان بنتي عندها. انا كنت بتفرج على الـ على الـ على, الـ على البرنامج على انه برنامج تشويقي وتثقيفي ومعلوماتي وقربنا، بس ما انا كنتش متخيله ان بنتي تكون كده او انا اكون كده او انا كنت متخيله او ما اعرفش الانتشار بهذا الشكل. لحتى كمان جموع الاطباء كانوا مش متخيلين قد مدى انتشار المرض بهذا الشكل. لما كنا بنقول ده 10%، يعني واحده لكل 10 موجوده بطانة الرحم المهاجره. لما بنتكلم على انه مرض النسب، لما بنتكلم على انه مرض 176 امراه شخصت بالفعل على قيد الحياه على مستوى العالم عندهم بطانة رحم مهاجره دلوقتي واحنا بنتكلم، وتزداد النسبه الى ربع مليار الى 250 مليون امراه. ليه؟ لان في بعض البلدان وخصوصا البلدان العربيه ما عندهمش احصائيات كامله لمرض بطانة الرحم المهاجره. ومرض بطانة الرحم المهاجره عشان تشخصه بالفعل وبالقطع وبالتاكيد لازم يكون يا اما بتتكلم على استئصال ارحام وتشريحها بعد، او اكتشافها بالصدفه بعد تشريح اجساد توفت فتلاقي فيه تغدد رحمي اللي هو ابن العم او الشبيه او القرين لبطانة الرحم المهاجره داخل عضله الرحم، الا ان انك انت تعمل منظار او تفتح البطن وتاخد عينه وتشوفها، مش بتعتمد على تشخيص خارجي MRI او حتى سونار عشان تاكد ان 176 مليون امراه اتاكد انه اتاخد نسيج وتحلل وتاكد ان بطانه الرحم المهاجره اللي موجوده في اعضائهم او في اجسادهم المختلفه اتاكدوا ان فيها بطانه رحم مهاجره. هذا العدد يثير الفضول، ليه المرض ده كده؟ ليه قدرته كده؟ ليه ازاي يقدر يسيطر على الجسم كده؟ ايه علاقته زي ما اتفقنا قبل كده بالمنتال هيلث؟ ايه علاقته باستقراره؟ ايه علاقته؟ علمونا كتير بالوهم انه لما يجي لازم تكون الدوره مستقره واكتر فتره بيجي فيها من 20 ل 30 سنه. بناكد لما اتاكدنا انه مرض ممكن يجي في سن مبكر، يجي من 5 سنين ل 95 سنه. من 5 سنين عمر يجي بطانة الرحم المهاجر حتى لو النسبة ضئيلة، ولكن في بنت بتتكرر فيها الألام، لبنت بتتكرر فيها المشاكل، في تكرار فيها حرقان البول، اتولدت حتى لدرجة بول لما ناخد الهيستوري القديم لطفلة كانت موجودة ونيجي نقول هي كان بيجالها ارتهابات كتيرة، هي كان بيجالها مشاكل كتيرة، اتفتحت بطنها لأنها زايدة، وياما أكثر البنات على مستوى العالم اتفتحت بطنهم على أنها زايدة وما طلعتش زايده. بعد فترات من العمر نكتشف ان كان في كيس او بطانه رحم مهاجره في البريتون. ما هو البريتون بتحط ايدك على بطن المريضه بتقول اي، ومفيش بايو ماركرز من بره تحليل معين يقول لك ان دي بطانه رحم مهاجره من عدمه. حتى السي 125 الناس بتعتمد عليه على انه دلاله نون سبيسيفيك، فيطلع بايو ماركرز زي مثلا السي دي 16 ايه يؤكد ان في شكل من الاشكال او التحاليل اللي بتاكد ان جهاز المناعه لما ده بيبقى موجود في الاندوميتريال تيشوز او البريفرال بلاد يعني من الدم الطرفي ان نسحب ناكد ان الناس دي عندها بطانه رحم مهاجره، مش لكل الناس، ونعتمد عليه على لما ناخد العلاج يبدا يقل او يختفي او يفضل مستمر بعد استئصاله بالجراحه وبعد اخذ العلاج فيؤكد ان هو كرونيك ويأكد انه هادي وفي هدنه بس هيرجع مره تانية. فالشغل الشاغل دلوقتي العلماء المعنيين بطانه الرحم المهاجره هو البايو ماركرز، يعتمد على حاجه نون انفيزيف، لانك عشان تتاكد لازم تعمل منظار، مش هتقدر تعمل منظار للناس اللي بتعاني والناس اللي مش بتعاني. فالناس ال 176 دول كانوا بيعانوا او كانوا بالصدفه بيدوروا على حمل، واثناء الحمل بالصدفه اكتشفنا داخل اجسادهم بطانه رحم مهاجره. كان 30% من الناس المتاخرين في الحمل بسبب المراه عندها مشاكل في الانبوبه، مشاكل في تبويضها، التصاقات. كان 30% من بسبب الرجاله عندهم مشاكل في الحيوانات المنويه، في قله الحيوانات المنويه، في ضعفها، في عدم حركتها. و30% بسبب مشترك ما بين الزوجين، يعني حيوان منوي مش عارف يخص بالبويضه، مش عارفين ينقسموا. 10% كان دايما يعني منشط كبير ليها او متن كبير ليها يقول لك انكسبليند انفيرتيليتي، يعني تاخر حمل غير معروف السبب غير مبرر.
واكتشفنا منهم كتير جدا كان بسبب بطانه رحم مهاجره درجه او اولى، درجه اولى او ثانيه كانت قليله في البيريتون، كان بتاثر على وجود السائل الموجود في البيريتونيال فلويد اللي كان بينغمس فيه البويضات، والبويضات اللي بتطلع اللي مصابه ببطانه الرحم المهاجره، هل كمان هي عشان مصابه ببطانه رحم مهاجره من مريضه عندها بطانه رحم مهاجره ممكن تشمل في تحمل في طياتها وتحمل في انسجتها وكروموزوماتها الاوليه ما يشكل لو جت انثى في خمس اسابيع الاولى في اول البريدج او جينيتال بريدج ما تبدا تتكون، هل بيكون بجد في الخلايا الميكروسكوبيه المايكرو مايكروسكوبيه يكون بدايه بطانه رحم المهاجره في السن المبكر ده؟ الجينات كل ده في الدي ان اي، كل ده تفكير وكل ده كلام عشان ما نختصرش في بطانه رحم المهاجره انها كيس شوكولاته. تسطيح الامور كفايه. هنتكلم بشكل معين. لما كنا زمان بتجيب كتاب تروح تجيبه من المكتبه ويقول لك ايه، انا قريت الكتاب من الجلده للجلده، عاوزين نفتح كتاب بطانه رحم المهاجره ونتكلم من الجلد للجلد، يعني من الجلده للجلده، وهنا الجلد اقصد بيه السكن، اقصد بيه ان بطانه رحم المهاجره مش مرض يصيب جهاز التناسلي ودمتم. مرض بطانه الرحم المهاجره هو مرض الجسد كله، A disease of whole body. مرض بطانة الرحم المهاجرة يقدر يوصل للجلد. هنأكد النهاردة انه ممكن بطانة الرحم المهاجرة تنزل من صباع امرأة. هنأكد النهاردة بطانة الرحم المهاجرة هتنزل من عين امرأة. في حالات هتنزل من انف امرأة. وهتنزل من ودن امرأة. بطانة الرحم المهاجرة كانت المريضة زمان زي ما كان هيبوكرات بيوصف وبيقول من حوالي أكتر من 400 سنة وهم كانوا بيتكلموا وبيدونوا بيقولوا كانت المرأة دي يحط عليها عارف العلقة؟ عارف كانت الدودة كده بتتحط عشان تمتص الدم للناس اللي عندهم ضغط، يتحط هنا تفضل تمتص الدم لما بتقلها تقع. فكان يحط لها العلقة دي عشان تمص الدم الفاسد، أو كان حتى يشرحوا الجهاز التناسلي عشان يطلع الفساد اللي موجود، او تلبس ما يطلق عليه حزام العفه ستريت جاكيت، حزام حديدي على اساس ان هو في مشكله ما، فبالتاكيد ممكن يكون مرض جنسي بيتنقل فتبدا، او في الاخر ان المراه دي تقتل لانها ملعونه مصابه. واحيانا فطنوا ان ده لما بيتاخروا في الجواز بيبدا يظهر المرض ده، فيبدا يحصل دعوه للزواج المبكر اللي فضلت من زمان تقول لنا ان احد علاج بطانه الرحم المهاجره هو الزواج المبكر، واحد علاج بطانه الرحم المهاجره ان تحمل، واحد وبالتالي تلاقي عندهم في لبس عند الناس. عاوزين نفهم ايه اللي معني اللي يعني الناس، ايه اللي عايزينه، ايه اللي بيدار في البيوت. الطب ليس يوجد في سطور المجلدات، المجلدات ترصد معاناه المرضى وترصد حكاياتهم وترصد تغيرات وتاريخهم الطبي، وبعد كده يبدا في الاخر خالص يتحول من بيد سايد لبعد كده الى كلينيكال، وبعد كده تشخيص، وبعد كده في الاخر يتحول الى طب مؤصل يعتمد على الايفيدنس بيزد ميديسن، على الطب المقرون بالشواهد العلميه، بعد ما تحولت كل حكاوي المرضى الى طب يحرك المجتمع. كل المجتمعات المعنية واللي بدأ يزيد فيها دلوقتي الريسيرش وورك على بطانة الرحم المهاجرة بدأت تعني بجد. لما وزير الصحة الأسترالي من حوالي 4 سنين أو أقل شوية لما جبت معاك هنا الحلقة بكى لما سمع يعني مجتمع نسائي بيتحدث عن بطانة الرحم المهاجرة أنهشت في أجسادهم قد إيه، قال أنا ما كنتش أعرف، لدرجة إن بدأت تزيد. ومن هنا بنتكلم زيادة الوعي ببطانة الرحم المهاجرة للرجالة. للرجالة لابد أن يعرف بطانة الرحم المهاجرة. ما يعرفش بطانة الرحم المهاجرة من خلال عيادة وسمع إن مراته عندها بطانة الرحم المهاجرة، فجه يسأل أمه معلوماتها البسيطة، يا ممكن تظلم مراته، يا ممكن الاثنين عندهم لبس ومش فاهمين، يا ممكن يكون عندها تعادل نفسي، فتقول له تروح تسأل تاني. فممكن تروح تسأل حد بجد عارف المرض
ومقتنع بيه وبيقول لها التوجيه الحقيقي ايه، او يحصل دبيت ولخبطة وخلل. بطانة الرحم المهاجرة هل الحل جراحة؟ هل الحل حقن مجهري؟ طب اللي عملت جراحة ورجعت لها بطانة الرحم المهاجرة تاني، ايه سبب رجوعها؟ هل هي مشكلة عند طبيب ولا مشكلة في المرأة ولا مشكلة في المرض نفسه؟ ولو رجعت مرة تانية هل هنعمل لها جراحة مرة تانية ولا هنعمل لها حقن مجهري؟ ولو جيت لبنتي الصغيرة ابدأ اعمل لها جراحة دلوقتي ولا استنى لما تتجوز؟ وايه حد الفصل ما بين قبل الزواج وبعد الزواج؟ يعني لو هي عندها بطانة رحم مهاجرة دلوقتي ولا الحقي جوزي بنتك، ولو ده كلمة الحقي جوزي بنتك ده بايديها وتقدر تلحقه وتخش تجيب من السوبر ماركت واحد يتجوزها بسرعة، والحقي تحملي وقدرت تجيب من السوبر ماركت جنين جاهز وتحمل بسرعة، ايه اللي هيحل بطانة الرحم المهاجرة؟ وايه اللي هل بطانة رحم المهاجرة واللي موجودة طبعا اصلي على طول ده كلام بيتقال احيانا في الاوساط الطبيه، ده عفى عليه الزمن لازم يتغير. ده مش كلام السيد بيحصل صحيح، ده مش كلام يقول لك عايزين يتجوزوا بسرعه بسرعه، لا ده بيتقال لهم كده مش هم اللي عاوزين يتجوزوا بسرعه. يعني حاجه تانية، هل هو بطانة رحم المهاجره البعبع ونخوف بيه البعبع فنيجي نقول لا هنخش نشيل كيس من على المبيض؟ لو شلنا كيس من على المبيض مش بيأثر على مخزون المبيض؟ بالتاكيد. بس هل دي فزاعه نخوف بيها الناس؟ بوجي مان، هل في الزاع بوجي مان البابا؟ ولا نقدر ان احنا نتعامل مع امتى نشيل الكيس؟ هل نشيل الكيس وهو كبير نصل لغايه لما يبقى وصل 16 سنتي و20 سنتي؟ وهل الحل بتاعه ان نشيل المبيض بالكيس؟ وهل الحل بتاعه لبنت تبقى سامعه في العشرينات او اول الثلاثينات او حتى لو اتجوزت وخلفت انه عشان رجع مره تانية نشيل الرحم والمبيضين والانبوبتين؟ طب لو شلنا الرحم والمبيضين والانبوبتين مش ممكن يرجع بطانة رحم مهاجرة؟ بترجع. مش ممكن يرجع بطانة رحم مهاجرة بعد استئصال الارحام؟ بترجع. مش ممكن يرجع بطانة رحم مهاجرة بعد ما تتشال مره تانية؟ بترجع. يعني هل المعدل انها تتشال ولا ما تتشالش؟ هنحط كرايتيريا النهارده ونحط مواصفات وتاصيلات النهارده. هل بطانة رحم المهاجرة لما نعالجها دوائيا بنظلم او لا؟ يعني ايه الكرايتيريا نقول اسباب الرجوع؟ هنأكد النهارده. هل كل ممكن نعالجها بعلاج فقط والجراحه فقط، ولا علاج ثم جراحه، ولا جراحه ثم علاج؟ هل بطانة رحم المهاجرة اللي موجودة هعمل لها الأول أشيلها وبعدين أدخلها في حقن مجهري؟ ولا أعمل حقن مجهري وبعدين لو رجعت أشيلها؟ ولا ممكن أعمل بحقن مجهري وهي موجودة؟ هل أدوية التنشيط ممكن تزود بطانة رحم المهاجرة؟ هل نوع المساعدة على الإخصاب سواء كان تلقيح صناعي أو حقن مجهري الأدوية دي ممكن تزود؟ هل المانوفر والتكنيك وانا بدخل الابره وبخرجها ممكن تزود بطانة رحم المهاجرة ويحصل لها فلير اب موجود؟ احداث واحداث، حواديت وحواديت، معنيين بيها ليل بنهار، شغالين في الفيلد ليل بنهار متخيلينه وبنعيشه بتفاصيله. عشان كده ان الاوان ان احنا نعيد تاني ترتيب المفردات اللغويه وترتيب المعلومات الطبيه عشان نأصل الموضوع من جد وجديد، وما يطلعش ان هو طلع في دماغنا فقط، هو دماغنا في الافكار عشان بس هو حقيقه موجوده. خلي الدبيت على ان احنا او الجدل ان احنا نعالجه ازاي ونصل الى يونيفرس في العلاج ازاي، يعني كانه علاج حقيقي ومتفق عليه ازاي، مش ان احنا نتصارع مع بعض ويطلع العدو ينتشر وانتصر وكان بتاعت رحم مهاجره وهي داخل جسد المراه تطلع بره وتشوف الاختلاف عليها تضحك قوي ان احنا سايبينها مش عارفين الشخص اللي تطلع تبص على الخلاف بين الدكاتره والخناقات اللي بينهم. هو فعلا يعني ده مرض، يعني المرض يعني في لمحه من الشيطان، يعني المرض نفسه كده تحس انه هو يعني هيضحك اكيد لما يلاقي الناس سايبيني وقاعدين بيتخانقوا نعمل لها حقن مجهري ولا نعمل لها مصير وكانه تصرناف كده، لان هو مرض العنوان الاصلي ليه الالم مرض. لو احنا قلنا ان من 20-30% من السيدات اللائي او اللاتي اصبنا بتاخر في الانجاب بنكتشف ان عندهم بطانة رحم مهاجرة، يعني من 20-30%. لكن تخيل من 60-70% من السيدات اللي بيشتكوا من الالام عندهم بطانة رحم مهاجرة. الفتيات المراهقات الانسات اللي بيعانوا من ألام في الدورة الشهرية موجودة
اكتر من لغايه تصل الى 70% عندهم بطانه رحم. اذا احنا وصلنا الى فكره يعني حياه محترمه جدا حول هذا المرض دلوقتي، ان احنا لازم نجابه نحاربه، ان احنا لازم نقف قدامه على انه مرض يتسبب بالم، يتسبب بمعاناه، يتسبب بمشاكل نفسيه كبيره، يتسبب في مشاكل صحيه كبيره، يتسبب في تاخر انجاب. ولو ان تاخر الانجاب مش مشكله صحيه، هي مشكله مجتمعيه او مشكله عائليه. النهارده هنتكلم في ده دكتور ايمن، مشكله عائليه، مشكله اثنيه، بنبص على ازاي لتاخر الانجاب، المراه بينظر لها ازاي اللي بتتاخر في الانجاب، بيعاملوها ازاي، كل ده اتعملت في دراسات المعنيه باحترام المراه بجد، على ان ممكن المرض يكون منتشر بس انا مش عارفه منتشر ليه، وكمان المجتمع يا مؤمن بالقضيه او مش مؤمن بيها، وبالتالي فتره تشخيص المرض ليه بتاخد السنوات من العمر من 5 لـ7 سنين تصل الى 15 سنه بسبب ان كان مجتمع مش مؤمن ان في مرض اسمه بطانه رحم المهاجره. مقتنع اتفضل. لا يعني اذا واحنا بنبص لكل ده، احنا عندنا هدف واحنا ماشيين في اتجاه ان هو احنا بنعالجها، لازم نعالجها. واحنا بنسال اسئله بقى، هل هي ليها فتره عمريه معينه ولا ما انت حضرتك قلت، هل هي تصيب هندخل في الكلام مناطق جغرافيه محدده، هل العلاج جراحه ولا العلاج هيكون حاجه تانية، هل الـ 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 المرض دوت بيصيب اماكن معينه في الجسم، احنا قلنا لا ده له هيطلع ده في مفاجآت النهارده، هل التدخل بالمناظير ولا الجراحه التقليديه، ده كله هنشوفه واحنا بنشوف برومو لي او قنبله انفجار مرض في صفة الإرهاب لست الألم، وست بتبقى في حالة على فكرة مزعجة جدا في هذه المرحلة المرضية. تعال نشوف بطانة رحم المهاجرة. إذن نتحدث عن بطانة الرحم المهاجرة. نبدأ بالأسئلة. هل المرض ده، إحنا قلنا بس عشان نقف وده بحتة حتة. إحنا النهاردة مجمعين فايلات كتيرة النهاردة عشان حتى مرضانا ودكاترتنا نتكلم إن هو دي فايلات مرضية بتاعت مرضى ولا مواضيع؟ لا مواضيعنا. مواضيع. إذن دي ده واضح إن الموضوع كبير. طبعاً. يعني موضوع إحنا هنقعد نتكلم كتير النهاردة. يعني هو طبعاً في الإيش جروب. الإيه؟ الإيش جروب. إيه ده بقى؟ يعني مجموعة يعني بالعلاقة بالسن. يتعمل هل بطانة رحم المهاجرة هو مرض فقط بيجي في البريمينوبوزال يعني في ما قبل انقطاع الدوره في ولا الفتره تشايلد بيرينج بيريود؟ اتعملت دراسه في المانيا وفي مالتي سنتر ستادي على 42,000 امراه باعمار مختلفه. في اعمار مختلفه نتكلم على من 5 سنوات إلى 95 سنة. أكبر سن طبعا يعني 5 سنوات كانت بتبقى تصل النسبة لـ 0.01 قليلة جدا ولكنها موجودة. ولما تنتهي عند 95 سنة هي نفس النسبة هي 0.01 نسبة قليلة. 1% ولكن من 10 لـ15 سنة في الاثنين اكتشفوا إنه أكثر من 22 كانت حالة في 2006 و2005 من 42 حالة 1000 حالة. وبعدين
813 2500 الاعمار المختلفه من 0 ل 10 ومن 10 ل 15 سنه ومن 15 سنه ل 20 سنه ومن 20 سنه ل 25 سنه. اعلى المعدلات العمريه اللي موجوده هي فاطله ما بين ال 19 سنه لل 29 سنه. تقل لكنها موجوده. عاوزين ناكد على حاجه معينه، ان بطانه الرحم المهاجره ممكن تيجي للصغيرين، ممكن تيجي قبل الدوره لانه كان مرض مرتبط بسن الدوره. ليه؟ لان هو بيعتمد على الاستروجين، والاستروجين بيعمل ايه؟ بيغذي البطانه اللي موجوده في مكانها الطبيعي، وبيغذي البطانه اللي موجوده في المكان اللي خرجت منه. وبالتالي كانوا يقولوا طيب ما البنت دي لسه ما جاتلهاش دوره ولسه ما فيش هرمونات انوثه موجوده، تصل الى انها يبقى في بطانه في البريتون وتبدا تجيبها الالام، مفيش عمرها ما هيجي لها تشوكلت سيست وعمرها ما هيجي لها تغدد رحمي، ولكن اللي موجود في البريتون. وبالتالي كان كمان المرض بتاع بطانه الرحم المهاجره، هل هو من ايام لما اتولدت البنت وهي موجوده في خلايا جذعيه موجوده في البريتون، وبالتالي يقدر يتحور بشكل او باخر، سواء استروجين جاء من الام وفضل قابع، او بيئه، ولا في كمان بايوماركرز اخر، ولا في بعض بعض بيعتمد على هرمونات اخرى او كيمياء اخرى في الجسم ممكن تقدر تظهره. هل معلوماتنا عليه فقط انها ضللت ان احنا قلنا انه مرض استروجين ديبندنت فقط، ولا ممكن يكون حاجه تانية؟ ده الشغل الشاغل على الموليكولار او ال لما نتكلم على ان الكيمياء الجزئية، يعني الجزيئات اللي ممكن تكون متكونة من البداية وتبدأ تترسب على الغشاء البريتوني بشكل أو بآخر من نتيجة التهابات مستمرة، فممكن يحصل ميتابليزيا أو تحور لبعض الخلايا اللي موجودة على الغشاء البريتوني. بايوكيمستري. عاوزين نقرب النهاردة لبعض الحالات اللي ممكن تأكد بشكل أو بآخر متجمعة هي ممكن يحصل إيه. ده زي حالة لو معروضة دلوقتي على السن وعلاقة السن وبطانة الرحم المهاجرة في الأعمار المختلفة. السن وبطانة الرحم المهاجرة في اختلافات العمرية، لأنه مهم قوي إن احنا نبقى حتى دكتور أطفال يبقى فاهم، دكتور الحقيقة الكبار اللي هو الجرياتريك كير يبقى فاهم. تعال نشوف السن وال 11 سنة، ماشي نشوف مع بعض، نشوف السن. دي طفلة. طفلة 11 سنة، وفي أقل من كده بس احنا بنقول يعني عشان احنا كمان 11 سنة فجبنا انها 11 سنة. طفلة موجودة 11 سنة بتعاني من آلام. لو نرجع التاريخ التاني بس قصادي الشاشة دي ولا ما هي موجودة الشاشة. 11 سنة، آلام شديدة في البطن والحوض، التهابات مهبلية متكررة، صعوبة أثناء التبول، وجود تكيسات على المبيدين. بالتأكيد الرنين المغناطيسي أبكت برضو ان التكيسات على المبيدين دي شكل، يعني عاوز افسر كل خط او كل سطر مكتوب. التكيسات اللي على المبيضين دايما الدوره لما بتيجي بتبدا بالخلل الهرموني، وبتبدا بالشكل المبيضي ان كانه على تكيسات، والال اتش بيبقى ازيد من الاف اس اتش اللي هنشرح بعد كده تكيسات المبيضين بشكل مفسر. ولكن الالام الشديده في البطن والحوض والالتهابات المهبليه، لقينا ان بؤر بطانه الرحم المهاجره موجوده على الغشاء البريتوني اللي في ظهر المثانة البولية، والموجودة على الرابطة العجزية. الرابطة العجزية اللي كأنها الكرسيين اللي بيقعد عليهم الرحم. وبطانة الرحم المهاجرة أول ما بتيجي بتعشق جدا اليوتروسكرال. وبتعشق جدا اليوتروسكرال على أساس إنها في بريسبتورز، في ريسبتورز، في مستقبلات، في أماكن تقدر تعتمد عليها، وفي أوعية دموية تقدر تعيشها في المكان ده. زي ما أنت قلت هو نسيج، زي ما يكون نسيج إرهابي عاوز يعيش في كهف، بس الكهف ده يقدر يكون فيه المؤن والغذاء اللي يقدر يعيشه لسنوات من العمر، غير معتمد على ان يكون مثلا هيجيله تغذيه او امداد خارجي. يعني الجيوش المنتظمه عاوزه امداد وتموين، لكن هو يقدر يعمل مصنعه. تخيل لما تكون لانسه في السائل الموجود بزايد شويه، ده السائل البريتوني، ولكن لما نقرب شويه هنا في المكان ده اللي هو كانه في ظهر المهبل، وبالتالي وجود، شوف البؤر الصغيره دي فيزيكلز قد ايه صغيره، شفتها الفيزيكلز دي او الحويصلات اللي موجوده دي، ده ريسنت
اندومتريوزس، يعني ده بطانة رحم مهاجرة تبقى موجودة. بنعرف بطانة رحم المهاجرة انها لو موجودة، نرجع للاستوديو، هي دي لقطة صغيرة بس عشان نأكد بالفعل ان احنا خدنا العينة وفحصناها وطلعت بطانة رحم مهاجرة. نرجع للاستوديو، ترجع انها بطانة رحم مهاجرة. وبالتأكيد لو كنا شكينا في كلام البنت او ادعاء انها عاوزة تغيب من المدرسة او بتعمل كده، عشان احيانا يصل بينا التفكير السلبي ان البنت بتدعي كده وعندها استعداد كمان تعرض نفسها للعمليه عشان مش حابه المذاكره او عشان زمايلها يزوروها او 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 نبدا نفكر تفكير غير منطقي غير موجود بالمره. واكتشفنا طبعا بعد تحليل الانسجه عشان يبقى عندنا دليل دامغ ان دي بطانة رحم مهاجره، طبيب يتاكد ويطمن واهلي يطمنوا ان احنا ماشيين في سكه منتظمه مش مبنيه على خبرات متراكمه، او يبدا يكون ايمجنج خارجي. ده حتى وانت بتعمل المنظار ما تعتمدش على الرؤيه، ده الرؤيه احد اركان التشخيص، واخذ العينه وتحليلها هيستوباثولوجي هو الركن الركين اللي بياكد رؤيتك الحقيقيه، وبالتالي خبراتك حتى وسلم الخبرات بيبدا يزيد بالتدريج، لانك انت ايه اللي بتشوفه بعينك بتقدر تاكده بتحليل، وبالتالي تبقى عندك الخبرات المتراكمه. وده اللي كان بيخلي احيانا رؤيه التيرشري سنتر او الريفيرال سنتر او المراكز بجد المعنيه لمرض ما ايا كان المرض ايه، بتلاقي عندهم رؤيه مختلفه عن اماكن اخرى بتشتغل على الجموع. لما بتشتغل على مرض بتشوف فيه حالات يوميا وبتجرى عليه عمليات يوميا، وبقى رصيدك عشان تقدر تقول انك تيرشري سنتر لا يقل عن 500 عمليه من نفس النوعيه دي موجوده، وبالتاكيد تقدر تطلع قواعد زي ما الجلوبالايزيشن بيحصل، زي ما الاداره العالميه لشؤون المرض بتعرف بتحصل، انك انت يكون عندك الرؤيه، لان السكيلز والمهارات والتجارب والخبرات بتخش ركن اصيل في المنظومه الطبيه والمنظومه التعليميه، وبالتاكيد بيؤخذ من الاطباء ارائهم على مستوى العالم عشان يغيروا المفاهيم اللي سطرت لسنوات من العمر على انه كده، وتبدا تتغير المفاهيم مره تانية، لان ما كناش نعرف ان المرض ده ممكن يجي في السن ده، وبالتالي البنات الصغيره اللي كانت موجوده بتتعالج بمضادات حيويه ثم مضادات حيويه ثم مضادات حيويه لغايه لما تظهر عندهم فطريات، ولما تبدا تظهر عندهم فطريات تفاجئ ان الالم بيزيد فتبدا تعالج الفطريات. وكان هنا بقى هل في علاقه كمان ما بين بطانة الرحم المهاجرة وجهاز المناعة والفطريات؟ يعني هل في جين بيربط الاثنين ببعض، ولا لما ضعف الجسم وضعف جهاز المناعة زادت الفطريات، ولا الفطريات بتبقى موجودة تضعف جهاز المناعة وفتظهر بطانة الرحم المهاجرة؟ وبالتالي لازم يكون عندك الرابط الأصيل لأحيانا من تكرار فطريات أو مشاكل موجودة بالباراسيتولوجي والمرض الاصيل اللي موجود عشان تعرف تربط ما بين الاثنين. نورتنا دكتور سيد. شكرا. اسعدت بجد بهذا الحوار اللي مهم قوي، فيه كلمه من الجلد للجلد، يعني نعرف كل حاجه، لانه هذه الحاله المرضيه وغيرها من الحالات المرضيه ينبغي ان يفهم فيها كل حاجه. دايما ضيف العزيز الاستاذ دكتور سيد الاخرس كان منورنا النهارده، وزي ما الدكتور سيد قال يلا اقول له دايما خليكم مع الدكتور.